نعرف بعالم الصباح قديش بتحبوا تستمتعوا بكل الفقرات اللي بتمرق معنا، وخاصة فقرة جديدة انضمت إلى أسرة عالم الصباح. الواحد فيه يطلع يقول فيها شو ما بده، شو ما حابب يعبر هو عن مختلجاته، عن الأشياء اللي حابب هو يقولها. أشخاص كتير عم نجرب نستضيفهم معنا باستوديو، عندهم شيء يقولوه، حابين يقولوه، وهن عم بيعيشوا تجارب مهضومة كتير بحياتهم. هالفقرة هي بلا جمرك. احلى شيء بالدنيا هو الضحك، واحلى شيء بالدنيا لما الواحد يحس حاله عن جد عم بيظهر من حاله اوقات لحتى يضحك الاشخاص اللي حواليه. ودائما بنقول اضحك تضحك لك الدنيا، والضحكه معديه للجميع. لسبب اليوم حبينا تكون معنا سابين شقير، وهي متخصصه التهريج. فعلا لما واحد بيقول هيدي الكلمه يمكن بس يقول انه كلاون، بيقول يمكن اوقات الكلاون عنده هيك هالضحكه اللي مرسومه، اوقات في وراها زعله، او في وراها يمكن اوقات بيكون زعلان، او في وراها بيكون في هيك دموع. بس لا، فعلا سابين هي بتمثل هالشخصيه من جوا ومن برا. اليوم موجوده معنا ودرستها بلندن وبالولايات المتحده الامريكيه. سابين صباح الخير. صباح النور، واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. هلا بتعرفي انه الواحد نحن بس نكبر نضحك 300 مره اقل من الولاد. انت قولي انت لما بتكبري. لا قولي انت ابدا. بس بدي اعرف كيف لما واحد عن جد هو صغير، يعني كنت اوقات توقفي هيك تحبي تهرجي قدام حالك مثلا على المرايه، او كيف حسيتي انه جا على بالك مثلا فعلا تضحكي الاشخاص؟ اوقات واحد فعلا بيكون مثلا بيركب كثير على المعلمات وعلى الاساتذه، بصير هو بيحب يستلم دفه يعني مثل ما بيقولوا انه هو يكون هيك الشخص اللي عم يعطي الجو يمكن بالصف، يمكن تكبر معه هيدا الشغله. لا هلا انا تخبرك شغله انه ايه انا وصغيره انه كنت كثير يلا هيك انه بدي اعمل شو ما كان وكون وين ما كان واحكي مع مين لكل العالم وكذا وهيك. بس الحلو اللي عم بعمله هلا انه مش بس انه انا عم ضحكهم، عم بشتغل مع العالم انه هن يلاقوا المهرج يلي فيهم. فهيدي بتقلب المعادله كلها، بصير بدال ما انه انا الوحيده يلي بهيدا الموقف، كلنا بهذا الموقف، فبتصير الحياة أسهل بكتير. عن جد يا ريت دايما هيك بيفكروا أنه فعلا الضحكة والابتسامة ما فيهم شيء، هن ما بدهم شيء وهن ما حقهم شيء. واحد عن جد إذا بيضحك وبيريح حاله وبيكون في هيك هالذبذبات الإيجابية حواليه، وبيخلي الناس اللي حواليه كمان يعديهم ويضحكوا. ما هو تعطيك تيب يعني صغير أنه نحن نفسيا وجسديا ومخلوقين بشكل أنه إذا أنا بوجهك بنعمل إيميتاسيون، بنصير نقلد بعض من دون ما انتبه. فاذا انا جايه وانه كثير مطمزه وهيك وكذا، رح اقلب الجو فوقاني تحتاني، بتكهرب الجو، والعكس هو الصحيح. يعني فدائما لذيذ انه نكون هيك لايت. هلا تخبرك شوي انا هون كيف درستي؟ ايه انه شو عملت؟ انا درست مسرح وبعدين رحت تخصصت بالكلاونينج يلي هو فن التهريج وفن الحكي، وعملت سوشيال ثيرابي. سوشيال ثيرابي يعني علاج نفسي اجتماعي. بقى شو هو الكلاونينج؟ كلاونينج مش انه الكلون اللي شعراته كبار واللي اجراه ما بعرف شو لابس والهيدا، لا هو اكثر الشخصية الحقيقية يلي جواتنا. نحنا هيدي البارت الطفولة يلي فينا، يلي فعلا هيك مخبية، قصدي انه بالعكس انه كل شيء نحنا منجرب نخبيه، كيف منطلعه وكيف نحنا كل الوقت حاطين حالنا بعلبة مرتبينا ملونينا، عرفتي هيك كل الوقت بنمشي كتير عزيح مثل ما العالم بحبوا يشوفونا. بعدين بنصدق انه نحن هيك، انه انا هيك وكذا وهيك بتصرف، وهو لا، هو نحن بمحل كتير حلوين وفينا الاشياء الكتير بشعه وفينا الاشياء الكتير حلوه، بس بنضل مخبيينهم. هلا جبت لكم فيديو اذا بنشوفه بخبركم شوي شو البروسيس. يعني انا بشتغل مع العالم، شو بنعمل؟ بشتغل مع جروب. اذا بنحط الفيديو هلا بنشوفه. ايه الفيديو على اليوتيوب؟ لانه اوضح، لانه اوقات كثير بغلط انه شو بتشو هيدا الشيء. بنشوف الفيديو وبنرجع. يلا اوكي. Look at me. Did you break it?
شخصيات كمان معروفة وشخصيات كمان هيك بتشتغلي عليها مش بس بلبنان انما كمان بالخارج مرق معنا كمان مشاهد من المكسيك وبرازيل كمان حقلك مثلا هون بس هيك لانه الفيديو شوي بيوضح اكثر انه انا بشتغل مع العالم انه اول شيء بنلعب وبنعمل العاب بنلعبها نحن واولاد بنضحك بنموت ضحك يعني اهم شيء انه نضحك كثير وبعدين بصير اشتغل مع كل شخص على انه عن جد يلاقي الاشياء اللي بحبها بحاله يلاقي الاشياء يلي ما بحبها ابدا الاشياء يلي بتزعجه الاشياء يلي بيحلم يعملها الاشياء اللي بتخوفه بحاله بعدين بنشتغل على كل هالاشياء انه نطلعها ونطلعها بشكل ريديكول نلبس اشياء ريديكول نكبر جسمنا نغير صوتنا ونلعب بهول الاشياء اللي اكتشفناها نلعب مع حالنا ومع البقية مع اللي حوالينا ونقبل انه انا اضحك علي على نفسي وغيري يضحك علي وقديش بصير متصالح معهم واهم شيء بالاخير انه نقبل انا بقبل حالي مثل ما انا وانا بتحول بصير الصديقه الانتيم تبع نفسي يعني ومن هون وبالرايح بنزل على المجتمع هلا كل الشغل اللي بعمله بكلاون مي ان هو انه افعل يعني اكتشف حالي اقبل حالي وافعل اعمل شيء بهذا الموضوع يعني نحن دايما بنحب نلعب دور الضحيه انا فعلا الضحيه دراما انا كوينز. انا دراما المظلومه دايما الضحيه والمظلوم وبيرجع يعمل دراما انا المظلوم يلي انه الحياه كتير مش فير معي وما عم بتكون منيحه معي وكل هذا الشيء لا وحتى الحياة هلأ شو اللي عم تعمله انه العلم هلأ كل شيء بحط لك اياه انه انت مريضة انت بك الشيء هيدا المرض رح نجرب نحله بهذه الطريقة او فينا نعطيك هيدا الدواء لانه هيدا الدواء رح يريح لك نفسيتك والبلبنان يعني ما في احسن واكثر من انه يلا هتا ناخد لك زوتانيل تنريح هتا ناخد يعني للأسف الأدوية صارت بمتناول الجميع مع انه صاروا كتير بيعطوا البلاسيبو اللي هو مثل الدواء اللي بفرجون فكرون انه عطوهم دواء للمرضى بس هو بيكون في شيء بيكون بس العلبه من برا او الحبه من برا وبقلبها ما في دواء بس فعلا بيرتاحوا لانه كثير امور نفسيه كله وكثير اشياء يعني نفسيه فعلا هو ما في شيء هو في انه انا عايش هيدي الحياه وانا ماني فورمول مات اذا بدك ما انه شيء ما رح مثل ما انا رح ضل لا انا انسان عندي احاسيس بتغير بتقدم بكون موجود بهيدي السيتواسيون بتصرف بطريقه بكون موجود بسيتواسيون ثانيه بتصرف بطريقه ثانيه وين بيلاقوكي حابين هلا يكونوا عندك وفعلا يحسوا حالهم بده يفش خلقهم ويظهروا ويرجعوا على البيت يعني يخففوا فعلا من اعبائهم ومش انه يقولوا لا خلص انه بس بهالسيشن ضحكنا وانبسطنا ونرجع بعدين على البيت نحط هي سيستم حياه هي سيستم حياه وين بيلاقوكي؟ بيلاقوني ليك فيهم يلاقوني وين ما كان على كل السوشيال ميديا على فيسبوك على عن جد على كلهم سابين شقير سابين شقير كيف تكتب باسمك؟ S A B I N E C H O U C A IR او بحط ببعثوا لي ايميل على سابين @clownmean.com كلاون
مي ان. كلاون مي ان. اوكي هيدي حد اسهل لانه بعد سابين مع او بالاخر او اس اي بي اي ان اي ات كلاون مي ان دوت كوم. خلص كلاون اس ان لكن للجميع ان شاء الله. اكيد الحكي معك بيطول وكثير حلو لانه فعلا نحن بحاجه لهيدا الشيء. شكرا لك سابين. اهلا وسهلا فيك شرفتينا ببلا جمرك. رح نتابع محطاتنا رح نحكي عن موضوع كثير اساسي. 28 سنه استمر بنجاح كثير مهم مهرجانات بيت الدين متابعين معنا اكيد واليوم رح نحكي عنهم بالتحديد مع السيده هلا شاهين بعد لحظات. خليكن معنا.